الكلينيكال برزنتيشن كانت متشابهة فسهلة عليكم بالامتحان. الكومبليكيشن اوف ذا جول ستون هي اللي كانت كلش مهمة بالنسبة لي وباقي المواضيع. المحاضرة الثانية راح نحكي بيها عن الإكسوكراين بنكرياس باثولوجي. ذكرت لكم البنكرياس بيو تو بارتس، الإكسوكراين والإندوكراين. الإكسوكراين اللي يتكون من أسيناي داكتيولز داكت ذات سكريت انزيمز فور دايجشن، واللي يكون تقريبا up to 98% of the gland of the pancreas. يبقى 1 إلى 2% من البنكرياس هو عبارة عن إندوكراين islet of Langerhans اللي تفرز تقريبا عددها 1 مليون islands، هي clusters من السيلز، قسم منها يفرز انسولين other glucagon and somatostatin. The important objectives باللكتشر مالتنا اللي أريدكم تعرفونه الcongenital anomalies, acute and chronic pancreatitis and pancreatic tumor. بداية بالنسبة للcongenital anomaly طبعا إما حيكون عندنا total agenesis means there is no pancreas. هذه عادة incompatible with life, very rare, ومن تكون موجودة عند المريض associated with more severe malformation فتكون incompatible with life. Pancreas massive development, المريض يولد without pancreas وعادة وياها multiple and more severe malformation in other organs و incompatible with life. المو important والcommon condition هي البنكرياس ديفيزم. ها هي الموست كومن كونجنتال انوملي اوف ذا هارت، تقريبا 10% الانسيدنس مالته. هنا اللي راح يصير انه فيلر اوف ذا فيتال داكت سيستم اوف ذا دورزل اند فنترال بنكرياتيك برايموديا تو فيوز، وبهالحاله راح يؤدي الى كرونيك بنكرياتيتس. اذا تذكرون الامبريولوجي، البنكرياس يتكون من فنترال اند دورزل بارت وبعدين يصير بهم فيوز، وكل بارت إلى الدكت مالته. احنا الدكت تلاحظون المين اللي تفتح بالبابيلي اوف واتر، امبولا اوف واتر، بينما الماينر اللي تفتح بالسمول سفنكتر اللي هي الماينر سفنكتر. اللي راح يصير عندنا بالبنكرياس ديفيزم انه المين دكت تبقى السمول اوبننج تفتح الموست اوف ذا بنكرياس درين to the small opening minor sphincter. بهالحالة راح يصير عندنا كأنه constriction تضيق، لأنه المفروض الدرينج ينزل للماينر للبابيلي اوف فاتر. فبهالحالة راح يصير عند المريض الامباكشن، تبقى most of the secretions inside the pancreas وبعدين تؤدي إلى chronic pancreatitis. Another congenital anomaly is annular pancreas. Annular means ring of the pancreatic tissue completely encircle the duodenum. هنا بالروتيشن of the ventral and dorsal ما يصير complete relation. Pancreatic tissue in form of ring تعمل لنا encircling السد الدودينام، فتيجي المريض ويا signs of duodenal obstruction اللي هي gastric distension and vomiting. Another important congenital anomaly هو الإكتوبيك بنكرياس. من الاسم الإكتوبيك mean there is normal pancreatic tissue in abnormal site. عادة نشوف البنكرياتيك الإكتوبيك tissue بالستومك، most common site هو الستومك، وممكن نشوفه بالدودينام، جوجينام، بالميكوس دايفرتيكولام and extra. هذه الإكتوبيك بنكرياتيك congenital malformation تكون asymptomatic, may be discovered incidentally ومرات اصلا not discovered during life. اهمية الإكتوبيك بنكرياس sometimes get inflammation، تصير بي inflammation حال البنكرياس، وبهالحالة راح يؤدي الى pain. وتقريبا 2% approximately of pancreatic neuroendocrine tumors arise in ectopic pancreatic tissue. يعني هي بنكرياتيك نيورو اندوكراين بس تصير بالستومك او بالجوجينام نتيجة وجود الاكتوبيك تشو. فانا اجيب لكم هاي الـ 3 important congenital anomalies: البنكرياس ديفيزم
والانيولار بنكرياس والاكتوبيك بنكرياس، لان ممكن نشوف يعني يجي المريض بالكلينيكال كومبليكيشن. ابحاث الدبزم كرونيك بنكرياتيتس، ابحاث الانيولار راح يكون دودينال اوبستراكشن، وبحاله الاكتوبيك بنكرياس الكومبليكيشن هي الاندوكراين تيومرز. كونجينيتال سيست هنا عندنا فد ابنورماليتي ان ذا ديفلوبمنت اوف بنكرياتيك داكت، ما يصير هي نورمال ديفلوبمنت، فيصير بها دايليشنز وتكون لنا سيست انسايد البنكرياس، وممكن يكون مالتيبل سيست ان ذا سيم بيشنت. البنكرياتيك كونجينيتال سيست نشوفها وي اذر ديزيزز، بوليسيستيك ديزيز ان ذا كيدني ان ذا ليفر اصلا ان ذا بنكرياس. تشوفون انه ان شاء الله بموضوع رينا راح ناخذ الكيدني هم كلها تتحول الى مالتيبل سيست، وممكن هم نشوف بالليفر مالتيبل سمول اور ايفن سم تايمز ميديوم سايز اور لارج سيست. المهم انه هاي السيست تحتوي على كلير سيراس فلويد، وجود السيروس فلويد بداخل السيست البنكرياس يطمننا كباثولوجيست انه هو بيناين كونديشن بيناين سيست. لان هسه ان شاء الله ناخذ بنهايه المحاضره البنكرياتيك نيوبليزيا ممكن يكون السيست مالجننت، بس اذا كان اللايننج ايفيثيليوم هو لو كيوبويد والسكريشن اللي بداخله السيروس يعني مثل الووتري، بحاله نطمن هي بيناين كونديشن. والتريتمنت مالتها بس ريموفال اوف ذا سيست بارشيال بانكرياتيكتومي. طبعا هذا الفيجر ما مهم، انا جبته بس لتوضيح البنكرياس ديفيزم، يعني اريدكم تفهمون البنكرياس ديفيزم كشرح مهمه. خلصنا الكونجنيتال انوماليز، راح نحكي عن البنكرياتايتس. البنكرياتايتس هي انفلاميشن اوف ذا بنكرياس، وتقسم الى اكيوت the chronic حال any inflammation in other side of the body. بالنسبة للأكيوت pancreatitis ممكن يكون reversible، يرجع ال normal pancreatic function إذا المريض still alive وكان injury mild، فهنا راح يكون reversible pancreatic parenchymal cell injury associated with inflammation. ال inflammation will vary in severity، ممكن يكون just focal edema. A small number of the synercial will be injured ويصير عندنا فت focal edema نتيجة inflammation. إذا صار release بالdigestive enzyme ممكن يصير عند المريض fat necrosis، والfat necrosis could be focal وهاي الحالة راح يكون mild. Sometimes the injury to the synercial very severe including large number يكون massive، عدد كبير من الاسينرسيال will be destroyed فتحرر الدايجستيف انزيم بداخل البنكرياس. هو فيزيولوجيكلي البنكرياتيك انزيم تكون inactive بداخل البنكرياس، حتى من يصير secretion للدكت جزء قليل منه جدا هو اللي يكون active، لان بعدين يصير عند المريض عند الهيومن اوتو دايجستشن. بحالة البنكرياتيتس خصوصا بالماسف راح يصير عندنا release of the active pancreatic enzyme داخل البنكرياس، فيعمل digestion للconstituent of the pancreas، ومن ضمنها البلوفيزل. فبهالحالة يصير عند المريض widespread hemorrhagic necrosis، necrosis حتى بالblood vessels وللأسينارسيال البارنكيما والإكتوكراين والإندوكراين even the fat tissue. This is relatively common condition. الأكيوت بنكرياتيتس common خصوصا بالويسترين countries. الإتيولوجي most common etiology for acute pancreatitis هو الإمباكشن of gallstones within the common bile duct. فلهذا نطلق عليها gallstone pancreatitis، لأن الكور احنا قلنا واحد من الكومبليكيشن of the cholelithiasis انه تنزل الستون بالcommon bile duct. فإذا عملت لي obstruction للبنكرياتيك دكت بهالحالة راح يصير عند المريض بنكرياتيتس. Another less common causes هو الكحول، وتقريبا الكحول والغولستون هو most common causes. وراح يجي obstruction of the pancreatic duct due to other causes، هم يصير عندنا obstruction بالبنكرياتيك دكت بس الكوز هنا ما حيكون بالست، ممكن يصير الأوبستراكشن بالكانسر بانكرياتيك كانسر أو بالبري أمبولاري نيوبلازم
البنكرياس ديفيزم اللي حكينا عنه بالكونجنتال انومالي راح تكون الدكت تنتهي بنارو لومن وبنارو سفينكتر، فبهالحالة most of the secretion will remain in the ducts وممكن يصير بي activation ويعمل inflammation. أو the cause could be parasitic infestation خصوصا الإسكارس لامبركويد. Medications, some of the drug can lead to acute pancreatitis وطبعا large number of the drug وما ذكرت لكم هي حتى لا تدخون بيها. Infection خصوصا الفيرال infection مثل المامس والكوكساكي فيروس. Metabolic disorders, hypertriglyceridemia, hypercalcemia كلها ممكن تؤدي إلى acute pancreatitis. إسكيميا، تروما، and germline mutation. إذا تلاحظون صحية لست طويلة لكن هي معظمها causes of acute inflammation أو cell injury اللي أخذ من الكورس الأول. ذكرنا أنه هو التروما والinfections والدراكس اللي هي chemical agent تشمل الكحول، لكن إحنا المهم هي الجولستون pancreatitis نتيجة الimpaction of the gallstone بالpancreatic duct. أما اللاست كوز هو الإيديوباثيك. الإيديوباثيك يعني الكوز مالتها ما معروف، وطبعا إنسيدنس مالتها تقريبا 40% من الأكيوت بانكرياتيتس ما نشوف فد كوز نطيق نعزي إلى الأكيوت بانكرياتيتس فيبقى تحت الإيديوباثيك. الباثوجينيسيس الإنفلاميشن اللي راح يصير بالبنكرياس هو نتيجة أوتو دايجيشن أوف ذا بنكرياس باي inappropriately activated pancreatic enzymes. ذكرت لكم انه عادة او normally هي البنكرياتيك انزيم inactive حتى لا تعمل digestion and destruction للأسينال سيل. اذا صار فد obstruction او cell injury او abnormality inside the lysosome of the cell راح يصير بها activation. فمن هاي الانزيمات البروتيز انزيم فيعمل destruction للبروتين constituents of the pancreatic tissue، واللايبيز والفوسفولايبيز يعملون fat necrosis، الإلاستيز يعمل destruction للblood vessels فيؤدي إلى الهيموراج. All of them will lead to tissue injury and inflammation. بالنسبة للfat necrosis result from enzymic digestion of the fat cell. اللايبيز والفوسفولايبيز راح يعملون digestion of the fat cell الموجودين بالبنكرياس، وإذا كانت more severe للperipancreatic tissue ومرات حتى بالميزانتري، و sometimes إذا كان so severe راح يصير destruction للblood vessel فالdigestive enzyme تدخل للsystemic circulation بداخل البلد. فبهالحالة حتى بالصف كوتينيوس فات يصير عند المريض فات نيكروسيز. طبعا ذكرنا بالفات نيكروسيز انه الليبيد راح يتحرر بواسطه اللايبيز يتحلل وينطينا الفاتي اسيد. الفاتي اسيد عنده فد افينيتي تو بايند وذ كالسيوم، فمن يتحد ويا الكالسيوم يكون انسوليبل سولت. هاي السولت اللي تتكون من البايندينج اوف ذا فاتي اسيد اند كالسيوم ويل بريسيبتيت ان سايتو. فاذا كان عندنا الفات نيكروسيس بالبنكرياس راح نشوف الصوت بالبنكرياس اللي هو من الفاتي اسيد والكالسيوم، ممكن نشوفه بالصوب كوتينيوس تيشو او بالميزنتري according to the severity of the condition. اذا more severe form of acute inflammation مثلا نسميه acute necrotizing pancreatitis، بهالحاله الدامج not involve acinar cell only وانما حتى الدكتور سيل والايلتس اوف لانجرهانز والبلود فيزلز، وبهالحاله راح يصير عندنا حتى الاندوكراين سيستم ديستربنس ويؤدي الى دايابيتس اوف ذا بيشنت. هذا في ستيل الايف. هذا الدايجرام يوضح لكم الباثوجينيسيس اوف اكيوت بانكرياتيتس. قلنا الموست كومن كوز هو الدكت اوف ستراكشن باي ستون، وأكو other causes اللي هي ductal constriction, diabism of the pancreas and extra. Another second cause هو a direct acinar cell injury by toxins or viral infection. شوفون acinar cell صار بهم injury. أو ممكن يكون defect بالintracellular transport.
من يصير عند سينثيسز للبنكرياتيك انزيم تنخزن in form of زيموجين فد inactive granules ترتبط بالمبرين وما يصير بها ريليز الى اذا يصير need for that release اللي هو after meal. وطبعا تعبر خلال الدكت يصير بها activation عادة بالsmall intestine. مرات due to the genetic defect والexperimental animals شافوا انه يصير الـ release of pancreatic enzyme تدخل للايسوسوم of cell. اللايسوسوم يعمل له hydrolase premature activation داخل الخلية يصير activation للبنكرياتيك enzyme فبهالحالة راح ينتهي بالاسينر سيل انجوري. فالاند ريزلت اول اوف ذا كوزز هو الاسينر سيل انجوري اند اكتيفيشن اوف ذا انزيم. هذا الفيجر also ما مهم. المورفولوجي جروسلي اما راح يكون مثل ما قلنا مايلد سيفير اور موست سيفير سو سيفير كونديشن الاكيوت بنكرياتيتس. بالمايلد نشوف مجرد اكيوت انترستيشيال بنكرياتيتس بالانترستيشيال اكوديما اند انفلاميشن. الاكثر سيفيريتي راح ينطينا نيكروتايزنج يبدي نيكروسيس بالسيلز اوف ذا بنكرياس. الموست سيفير فورم هو الهيموراجيك اللي راح يصير عندنا بيه دامج ايفن تو ذا بلاد فيزل بالاضافه الى الاتيناي والاندوكراين سيلز. فانترستيشيال نيكروتايزنج نيكروسيس وبعدين هيموراجيك بنكرياتيتس اللي هو الموست سيفير فورم. مايكروسكوبيكلي اندر ذا مايكروسكوب نشوف هي الكلينيكال او الهيستولوجيكال فيتشر اوف اكيوت انفلاميشن تو ستارت وذ اديما. تذكرون المفروض الاكيوت انفلاميشن يزيد الباس بيرميابيليتي فيصير عندنا اديما due to the release of exudate. Then we have necrosis of the fat cell by lipase. Acute inflammatory cell reaction, cell infiltration of the pancreas by acute inflammatory cells, اللي هي the neutrophil and the macrophage, and sometimes even T lymphocyte. Proteolytic destruction of the pancreatic parenchyma, راح يصير destruction بالpancreatic cell, and even may lead to destruction of the blood vessels, اللي يؤدي إلى hemorrhage. Grossly, البنكرياس بينو فد مناطق red or black hemorrhagic area with foci of yellow white chalky fat necrosis. منطقة اللي يصير بها destruction بالblood vessels راح تكون hemorrhagic area حالة حال أي hemorrhage تشوفون black to brown in color. أما المناطق اللي يصير بها lipase digesting fatty cell يصير عندنا fat necrosis يكون مثل chalky اللي راح يرتبط ويا الكالسيوم فيكون chalky like material. المور سيفير قلنا اللي هو الهيموراجيك. الهيموراجيك هنا راح يكون extensive parenchyma necrosis accompanied by hemorrhage and destruction to the substance of the gland. تلاحظون بهذا الفيلد هذه هي الهيموراجيك area brown black in color and these are the foci of the fat necrosis اللي تبين whitish to yellowish وهاي بالperipancreatic tissue بالإضافة إلى وجود minute fat necrosis area inside the pancreas. Microscopically ال fat necrosis هي مجرد shadowy outlines السيل كله صاير بها necrosis ال fat cell ومجرد shadow outlines of the fat cell والفاتي أسيد بايند with calcium اللي ياخذ الهيماتوكسيلين ستين. البنكرياتيك أسيناي damaged in part in between there is infiltration of acute inflammatory cell congestion of the blood vessels and edema. Clinical feature ممكن إنه المريض إذا كان بالمايلد condition complaining from abdominal pain وطبعا راح يكون vague pain لأن the position of the pancreas هو بالretroperitoneal cavity فممكن هنا يتداخل ويا ال perforated DU ويا ال acute cholecystitis ويا ال MI. بهالحالة لكن لازم يكون عند ال clinician high suspicion for the pancreatitis لأن هو so severe pain والtreatment مالته احنا نعتبره من ال emergency first line of emergency من the top of emergency بالmedical condition.
ممكن يجي ويا complication إذا كان severe، لأن إحنا قلنا راح يصير dysfunction digestive enzyme فيصير endothelial cell injury ينطينا disseminated intravascular coagulation، respiratory distress syndrome لأن يصير alveolar cell injury، diffuse fat necrosis sometimes حتى subcutaneous will be necrotized، and lastly may lead to shock يعني حيصير عندهم مريض hypovolemic shock، acute renal tubular necrosis يؤدي إلى acute renal failure. Laboratory diagnosis monitor بال first 24 hour المريض راح يكون عنده elevation للserum amylase enzyme، فهو serum amylase diagnostic بال first day. أما بالسكند 72 أو up to 96 hours راح يرتفع عندنا السيرام لايبيز إنزيم. الهايبوكالسيميا هي bad prognostic sign. الهايبوكالسيميا راح تصير عند المريض نتيجة ال binding of calcium ويا الفاتي أسيد ويكون salts in situ. هالحالة راح يقل blood الكالسيوم level لأنه كل الكالسيوم راح يترسب ويا الفوساي اوف فات نيكروسيز. واحنا قلنا الهايبركالسيميا الهايبرباراثايرويدزم كود بي اكوز، بداية المريض صار كان عنده هايبركالسيميا بس نتيجة البايندينج اوف دي كالسيوم ويا الفات اسيد راح يقل الليفل اوف دي كالسيوم within blood. من نصل هاي المرحلة هي باد بروجنوستيك ساين. خلصنا الأكيوت بنكرياتيتس، راح نحكي عن الكرونيك بنكرياتيتس. الكرونيك بنكرياتيتس هو كرونيك انفلاميشن فيكون prolonged duration of the pancreas inflammation. بالكرونيك راح يكون irreversible destruction، مو مثل الأكيوت reversible، هنا لا راح يكون irreversible destruction للإكتوكراني بارانكيما، ونتيجة destruction والinflammation الكرونيك انفلاميشن اند باي فايبروسيس، فتشوفون ريبليسمنت للبارانكيمال تشو باي فايبروس، وبهالحاله احنا اللي يصير عندنا لوس للاكسوكراين بنكرياس، وممكن حتى بالليت ستيج ديستركشن اند لوس اوف ذا اندوكراين. فاللي تتوقعوه عند المريض راح يصير عنده مال ابزوربشن لان ذير از نو دايجستيف انزايم، وممكن يصير عندهم دايابيتس من الديستركشن اوف اندوكراين بارانكيما. الاتيولوجي الموست كومن كوز هنا عندنا بالكرونيك بنكرياتيتس هو الكحول. الاكيوت قلنا الموست كومن كوز هو الجولستون، والسكند موست كومن الكحول. بحالة الكرونيك الموست كومن كوز هو الكحول ابيوز. كوزز ادكتال اوبستراكشن، تروبيكال بنكرياتيتس، هيريديتري بنكرياتيتس، دو ذا جيناتيك بي in up to 25% of chronic pancreatitis. تعمل premature activation للpancreatic enzyme اللي هي trypsinogen activator، trypsin inhibitor تعملها inhibition، ما تخليه يعمل inhibition للtrypsin، فبهالحالة راح يصير activation digestive enzyme. ممكن يكون idiopathic. والايتم المهم هو الاوتو اميون بنكرياتيتس. الاوتو اميون بنكرياتيتس نشوف عند المريض لينفوسايت وبلازما سيل النوع الاي جي جي 4. هذا مهم انه نميزه لان المريض ممكن يستفاد من الستيرويد ثيرابي. تاباثوجينيسيس نلاحظ بالكرونيك بنكرياتيتس فيرايتي اوف برو فايبروجينيك سايتوكاينز، اهم شيء هي السايتوكاينز اللي تعمل لنا الفايبروسيس، مثلا ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، كونكتيف تيشو جروث فاكتور، بليتلت ديرايفد جروث فاكتور. اذا تلاحظون كل جروث فاكتور تحفز الكونكتيف تيشو، واحد يشتغل على الكونكتيف تيشو والاخر من جاي من البليتلت other transforming growth factor. These are secreted in chronic pancreatitis by immune cells مثل الماكروفاج. بعد ما حيصير عندنا destruction للpancreatic tissue حيصير عندنا release or infiltration للpancreas by inflammatory cells mainly macrophage فتفرز the transforming factor tissue growth factor and platelet derived growth factor اللي also secreted by peri
أسينار فايبروبلاست. البيري أسينار فايبروبلاست أو نسميها الساتلايت سيل، هاي السيلز اللي حوالين الأسيناي، هتلاحظون إنه عددها راح يزيد وتبدي lay down of connective tissue، وبعدين يصير عندنا fibrosis. بينما بحالة الـ acute pancreatitis لهذا هو reversible بعدين، والـ end result راح يكون resolution بالـ acute pancreatitis. بينما بالـ chronic لا، حيصير عندنا fibrosis with loss of acini. مورفولوجي حالة أي chronic inflammation، هاي حتى يسهل عليكم الحفظ. وين ما يكون عندكم chronic inflammation راح يكون عندنا chronic inflammatory cell infiltration, fibrosis, and in the pancreas نتيجة الفايبروسيس وال chronic inflammatory cell infiltrate راح يقل العدد وحجم الأسيناي، ويصير عندنا dilatation of the pancreatic. بداية راح يكون relative sparing of islets of Langerhans. Langerhans بالبداية ما حتتأثر إلا إذا كان more severe prolonged duration also eventually will be disappear. حتى ال islets of Langerhans تتأثر يصير بها destruction. Grossly نتيجة الفايبروسيس connective tissue يكون hard، فراح تكون البنكرياتيك gland hard inconsistency من الفايبروسيس. وsometimes نشوف ال dilatation of the duct gross كلش واضح، وبداخله calcified concretions موجودة in spacated secretion thick secretion بداخل dilated duct، نشوفها بال gross pancreas of individual with chronic pancreatitis. appearance chronic pancreatitis تلاحظون most of the pancreas placed by fibrous tissue، كل تصابينه connective tissue lay down. هذا هو الفايبروسيس. الـ number of acinar cells كلش قليل، تلاحظون الـ number والـ size، والـ ducts يصير بهم dilatation، يكون irregular dilatation، ومرات يكون dilatation كلش كبير وبداخله الـ concretion binding with calcium. الـ endocrine system also بالنهاية هم راح يصير بهم destruction ويقل عددهم. هاي islets of Langerhans كلها محاطة بالفايبروس تشو، and most of them even also destructed just like acini. The clinical feature long term sequelae اللي راح نتوقع يصير عند المريض mal absorption. There is no exocrine non digestive enzyme، فيصير عند المريض mal absorption. Deficiency of fat soluble vitamins. إذا الـ endocrine system also affected، رجاء سدوا المايكات. ف هيصير fat soluble vitamins، وإذا صار عندنا destruction بالـ endocrine اللي هي islets of Langerhans يصير عند also diabetes mellitus، وال chronic pancreatitis increase risk for pancreatic cancer. The diagnosis of a chronic pancreatitis requires high degree of clinical suspicion. To start with there is elevation of serum amylase بالبداية من يصير عندنا destruction، لكن بالنهاية بال end stage كل ال acini disappear، there is no more elevation. الانزيم elevation will be absent لأن صار عندنا destruction بالأسيناي، ماكو فد معمل ينتج لنا الأمايليز، فراح يكون يعني ماكو فد عندنا دليل للكرونيك بانكرياتيتس إلا بالألتراسونوغرافي والسي تي سكان والإم آر آي والكلينيكال فيتشرز. مفهوم الأكيوت والكرونيك؟ عندكم سؤال عنه؟ اللاست ايتم هو البنكرياتيك نيوبلازمز. البنكرياس اكزوكراين نيوبلازم اما تكون سيستيك يجينا سيست، لكن هو ممكن يكون بناين اور مالجنانت، وممكن تكون سوليد ماس. some of the tumor benign and the other could be malignant. فاما احنا يجينا
من التشومو على شكل سيست ما بيها سيكريشن، وهذا إما يكون بناين أو مالجنانت. بالنسبة للسيستيك نيوبلازم هي دايفيرس تيومر، مو نوع واحد، عدة أنواع، almost always benign مثل السيرس سيستادينوما، almost always benign. بينما السيستيك نيوبلازم ممكن إنه إما تكون benign أو قسم منها يكونوا malignant نيوبلاستيك كونديشن. هذا السيرس سيست ادينوما، تلاحظون مالتيبل سيست وتكون سمول ان سايز، بداخل هالسكريشن يكون مثل الووتري كلير ستراو كلر دي فلويد. مايكروسكوبيكلي السيست لايند باي لو كيوبويدال ابيثيليوم، ما بيها فيتشر اوف مالجنسي، ذير از نو اتيبيا، نو ابنورمال مايتوسيس، مجرد انه هي سمول سيست inside the pancreatic tissue. بينما ال pancreatic mucinous cyst adenoma تكون benign، وهنا هي example عن ال benign اللي تكون بيها cyst larger than the serrated one، والsecretion بداخله يكون thick tenacious secretion لأن هو mucin more viscous than watery. ال lining epithelium تلاحظون هو columnar، داخل هذه الكولومينر سيل لايننج سيست، ودققون داخل الخلايا there is a mucin، والنيوكليي كلها تبقى مصفوفة على ال base of the columnar cell. الستروما very dense، تلاحظون الستروما كأنه ovarian stroma very cellular. Another benign tumor اللي هي intraductal papillary mucinous neoplasm، من اسمها intraductal عادة الأوريجين مالتها inside duct وتكون على شكل papillary. Lining epithelium هو mucinous، فتلاحظون هذا الـ gross section. The tumor usually grow in the head of the pancreas، تشوفون الـ papillary كلش واضحة، وكان عطت حتى distinction بالـ pancreatic duct. Microscopically, the main duct dilated وكل تا filled with يعني growth اللي هو neoplastic growth. السرس عادة benign، almost always benign، ما تتحول إلى malignancy. بينما ال mucinous هي هنا هذا السلايد هو benign، وال intraductal papillary also benign، لكن ممكن إنه يتحولون إلى malignancy. لهذا التريتمنت مالته as early as possible احسن ما يصير malignant transformation، او قسم منها هي من البدايه تبدي كmalignant، نسميها البنكرياتيك كانسر. البنكرياتيك كانسر عاده ديزيز اوف اولد ايج جروب، فصار عندكم الكارسينوما بالجالبلادر والبنكرياس، نشوف عاده بالاولد ايج جروب اللي هم more than 60 years old. strongest association اكثر فاكتور يزيد الريسك لل بنكرياس كانسر هو السموكينج. إن الكرونيك بنكرياتيتس والديابيتس also associated with increased risk for pancreatic cancer، هم يزيدون الريسك عند المريض إنه يصير عنده بالمستقبل pancreatic cancer. infiltrating ductal adenocarcinoma of the pancreas، إما تستخدمون هذا الترم أو هي نختصرها بالبنكرياتيك كانسر. بس انا اريد اوضح لكم انه من تكون عندنا بنكرياتيك كانسر، لانه نسمي الكانسر ادينو كارسينوما. البنكرياتيك كانسر كلش مهمة، على الرغم انه الانسيدنس مالته هي not so high، يعني ما كثير الانسيدنس مثل اللينج والكولون، لكن هي very high mortality rate، فتكون a third leading cause of death in the United States. Third leading cause of cancer death in the United States هو pancreatic cancer. أول cause هو lung cancer، و second cause هو colon cancer. طبعاً الانسيدنس مع البنكرياس ما قلت لكم adenocarcinoma أقل بكثير من الانسيدنس مع lung والcolon، لكن البنكرياتيك كارسينوما very poor prognosis وعنده high mortality rate، يعني البنكرياتيك كارسينوما هي just 8%.
لهذا تكون الثيرد كيلر كانسر ديزيز. الباثوجينيسيس راح يصير عندنا sequence of inherited and acquired mutations in cancer associated genes. وهذا الاكيوميليشن abnormality and mutations راح تؤدي الى change in the cell transformation toward new plastic then to malignancy. فالبروجريسيف اكيوميليشن راح يحول البنكرياتيك سيلز epithelium من النون نيوبلاستيك الى النون انفيزيف، لكن تبدي البريكورسر ليجن، الليجن الاساسيه اللي راح ينشا منها النيوبلازيا، وبعدين تتحول الى الانفيزيف كارسينوما. ال most important four genes اللي اريدكم تعرفوها بالنسبه للبنكرياس بلازم هي كيراس والبي 16 والسمات دي 4 سما دي 4 والبي 53. الكيراس شافوا ان الميوتيشن مالته يصير تقريبا 90% of patient with pancreatic cancer. البي 16 95، السما دي 4 55%، وطبعا ما نشوف هالشكل برسنتج باذر of the cancer. البي 53 up to 70%. هنا هذه البيكتشر يشوفكم الديفلوبمنت البنكرياتيك كانسر. بداية حتكون عندنا النورمال إبيثيليوم يكون كيوبويدل، بعدين يتحول إلى الكولومينر وتبدي الديسبليزيا نسميها بان بنكرياتيك انترا إبيثيليال نيوبليزيا، بدت النيوبليزيا بداخل الإبيثيليوم. تلاحظون البيزمنت ميمبرين موجود والستراما ما تتأثر، فنسميها بنكرياتيك انترا إبيثيليال نيوبليزيا وتقسم إلى 1 2 3. ال 1 بها أي و بي حسب السيفيريتي، وعادة احنا يصير عندنا ال1 من يصير الكيراس اونكوجين اكتيفيشن، بما انه هو اونكوجين فالاكتيفيشن اوف ذيس جين راح تؤدي الى المالجنسي او النيوبلاستيك ليجن. ويا الكيراس ممكن يصير بي 16 اكتيف ان اكتيفيشن، البي 16 بالعكس يصير بينه ان اكتيفيشن لان هو الفانكشن مالته تيومر سبريسر جين، هو نورمالي يمنع الفورميشن اوف تيومر، فمن يصير بي ميوتيشن تعمل له ان اكتيفيشن تثبط الاكشن مالته راح تبدي التيومر تتكون وتتحول الى مور اجريسيف النيوبلاستيك ليجن من ال1 الى ال2 بانكرياتيك انترا ابيثيليال نيوبليزيا. وبالاكيوميليشن اوف مور ميوتيشنز اللي هي بي 53 والسما دي 4 والبركا 2 راح يصير عندنا بانكرياتيك انترا نيوبليزيا من نوع ال3 انترا ابيثيليال نيوبليزيا ستيج 3. باي اكيوميليشن اوف اول ذيس جيناتيك ابنورماليتي الاند ريزلت راح يصير عندنا بريك بالبيزمنت ممبرين وتتكون الانفيزيف ادينوكارسينوما. هذا الفيجر هم مطلوب بس تدققوا لي على هذا السلايد. المورفولوجي بالنسبة للبنكرياتيك تيومر الديستريبيوشن مالته موست كومنلي تكون بالهيد، 60% من البنكرياتيك كانسر in the head of the pancreas، 15% distributed presented in the body، 5% in the tail، 20% of the new plasm will be diffusely involves the entire gland، تكون distributed head و tail و body 20%. صح البنكرياس الكانسر مور كومن ان هيد اوف ذا بنكرياس، طبعا الانسيدنس مالته 60%، لكن البروجنوسيس هي بيت تيومر ان ذا تيل اوف ذا بنكرياس، لانه عاده التيومر ان ذا هيد تجي ويا كلينيكال مانفستيشن راح تعمل اوبستراكشن كما البايل دكت، وممكن المريض يجي عنده جوندس قبل ما يصير ديستريبيوشن للكانسر ان ذا بادي، بينما لأنه التيل بعيد ما حيأثر على الكومن بايل دكت ممكن يصير بيه ميتاستاسيس before it discovered. grossly الكارسينوما of the pancreas راح تكون hard نتيجة الديزموبلاستيك رياكشن، والديزموبلاستيك معظمها fibrosis فالكلر مالته يكون gray to white، بما أنه هو cancer ف poorly defined masses. فالتو امبورتنت كاركترستيك للبنكرياتيك كانسر تميزه عن الاذر كانسر انه هو هاي انفيزيف، لهذا يكون البروجنوسيس مال
very poor. مثل ما قلنا الـ 5 year survival هو 8%. والـ another important characteristic picture هي الـ desmoplastic reaction. It has the host to secrete to form fibrous tissue. فيكوننا fibrosis. ما قلت لكم البنكرياتيك كانسر عادة أدينو كارسينوما والجريد مالته هو 2 to 3 moderately to poorly differentiated أدينو كارسينوما في الميكروسكوبيك examination. تلاحظون هذا السلايد عندكم البنكرياتيك تيومر وايتش تو جراي ان كلر surrounded by this هذا النورمال بنكريات تشو وهذه هي المالجننت تيومر بنكرياتيك كانسر. حتى كان عملت كومبريشن للبنكرياتيك دكت فممكن يصير عند المريض بالإضافة للتيومر كرونيك بنكرياتيتس أو أكيوت بنكرياتيتس. مايكروسكوبيكلي بورلي فورمد جلاند تلاحظون الجلاند احنا قلنا أدينو كارسينوما فهي من نوع المودريت أو بورلي ديفرنشيتد ويا الفيري سيفير ديزموبلاستيك رياكشن فايبروسيس سراوندينج ذيس مالجنت تشو. كلينيكال فيتشر typically the carcinoma of the pancreas remains silent لهذا very poor prognosis لما اكو اي علامة لوجود الكانسر الى ان ممكن يصير عند المريض بين هذا البين نتيجة perineural invasion يعمل invasion لل nearby nerves فيسبب severe pain to the patient عن هو بعد metastasis. ممكن يصير عندنا obstructive jaundice خاصة بالhead of the pancreas نتيجة الـ obstruction of the common bile duct. والـ features of malignancy اللي هي weight loss, anorexia, generalized malaise and weakness. migrating thrombophlebitis هذه تصير تقريبا 10% من المرضى هي الـ paraneoplastic syndrome إذا تتذكرون أخذناها ويا موضوع الـ neoplasia لأنه الـ malignant cell راح تفرز ال بروجلاند فاكتورز تحفز الكوجيليشن سيستم وتفرز بليتلت اكتيفيتنج فاكتور فيصير عند المريض ثرومبوسيس within the vein ويا انفلاميشن وهاي تكون migrating يعني كل مرة involving vein ما يشبه السابق ممكن انه ترجع لنفس البين ومعها vein جديد. Another representation هو a new onset diabetes in some patients. بعض المرضى يصير عندهم newly onset نتيجة destruction and invasion of the islets of pancreas by malignancy فيصير عندهم diabetes.